انت كنت كمان متمرس في موضوع الاخراج المسرحي، لان ده اصلا تخصصك في الجامعه. تمثيل واخرجت مسرح في المدرسه كمان كتير وفي الجامعه الحمد لله. وبتفرق معاك دايما، احنا بنسمع على طول من كل الفنانين والله انا ابتديت الموهبه بتاعتي من المدرسه وبتاع، بس احيانا موهبه المدرسه يعني ما بتبقى بيبقى في حاجات واضحه شويه، وفي حاجات بيبقى كلنا بنمثل زي بعض عشان خاطر ايه. بص انا حصل معايا بالظبط اللي انت بتقول عليه ده بس بشكل مختلف. انا كنت بمثل قوي في المدرسه، كان فيها ناس كتير قوي، فكنت بطلع اللي هو شوكولاته يا ورا كنا ثم ربنا الحمد لله كرمني ان ايدي اتكسرت واتجبست غلط، فعملت شريحتين و12 مسمار، فاتنقلت في مدرسه فاضيه خالص. وبقول لك ربنا كرمني ليه؟ انت بعد شويه بتفهم الحكمه. رحت مدرسه فاضيه خالص، عندهم مسرح مش عارفين يعملوا بيه ايه، لسه فاتحين المدرسه. ما هو الدكتور قال لوالدي، قال له وديه مدرسه فاضيه ما ينفعش حد يخبطه، ما ينفعش يبقى في زحمه حواليه خالص. فرحت المدرسه في مسرح حلو قوي وهم مش عارفين يعملوا بيه ايه، لسه فاتحين المدرسه. فقلت لهم تمام سيبوا لي بقى، هات لي بقى المسرح الحته دي بتاعتي، الحته دي بقى بتاعتي، بس هو لي بقى. وقعد يا معلم اعمل مسرح، وحزن بقى ابويا عشان اقنعه ايه ان انا ايه عايز امثل، فاهم؟ اللي هو بطلع معاه في المسرح عنده. برده من الحاجات اللي ربنا عامله عليا ان هو لما رحت امثل موتوش، هو اساسا قلت الله يرحمه استاذ محمود ابو جليل الله يرحمه، وكنت بطلع مجاميع وباخد 10 جنيه في اليوم ومليش اوضه، ولما واعمل مسحات في المدرسه واجي اعزمه عشان ايه يديني بس ايه هوا شويه. فتروح واخد نص الايه 4 سنين، وعلى بقى العكس في البيت كريم موت، اطلب منه اي حاجه كأرض عينيا في المسرح. لا 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 مفيش بجد. لا بص انا بالنسبه لي الاوضه دي كان مثلا دي قصه، يعني قصه سينمائيه، ان انا بادئ المسرح واحد عنده 8 سنين ماليش اوضه، اتدرجت شويه بقيت اغير في الاوضه اللي بتتعمل في الاستراحه ممر عشان الناس تخش تتصور، استني عليا. وبعد كده ابتدى ياكلك بقى. لا 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 اصبري. بعد كده دخلت الاوضه اللي هي عشان اغير لازم افتح الباب، والله ما بهرج متر في متر، ما فيهاش شباك ولا فيه اي حاجه، بفتح كده عشان البس الجاكيت. وبعد كده دخلت اوضه بشفاط، وبعد كده اوضه بمروحه، وانتهت بعد حوالي 14 كام 2000، بعد حوالي 13 سنه او 12 سنه ربنا كرمني قعدت في الاوضه اللي كان بيقعد فيها استاذ نجيب الريحاني. ده كده بس مش عشان انا جامد، عشان النجوم مش عايزه تطلع السلم. هم عدوا عليهم الاول. خلاص ماشي، خلينا اطلع السلم يا عم، خليني احمر اطلع السلم. فبصي غيري اطلع السلم، اطلع السلم، ما اطلعش ليه السلم؟ اطلع نجيب الريحاني، اطلع السلم يا معلم. مفهوم والله. لا قصه كفاح بالظبط. قصه كفاح وباينه في كل حاجه.